تشتهر واحة سيوة بالسياحة العلاجية التي يقبل عليها العديد من المصريين والسياح الأجانب من مختلف الدول الأجنبية والعربية. ومن أبرز أنواع السياحة العلاجية بواحة سيوة الدفن في الرمال الساخنة بجبل الدكرور بجنوب سيوة، وتبدأ من شهر يونيو وتستمر حتى سبتمبر. في قلب الصحراء وبعيدا عن مظاهر المدنية، يلجأ الإنسان إلى الطبيعة البكر بحثا عن الخلاص من أمراض أضنته ربما لسنوات. إلى الجنوب من مدينة مرسى مطروح وبعمق 300 كيلومتر في الصحراء، يتوافد مريد السياحة العلاجية إلى واحة سيوة من المصريين والسياح الأجانب من مختلف الدول الأجنبية والعربية. الدفن في الرمال الساخنة من أبرز أنواع السياحة العلاجية بواحة سيوة بجبل الدكرور بجنوب سيوة التي تبدأ من شهر يونيو وحتى سبتمبر. وتداوي بالرمال بيعالج يعني كذا مرض، بيعالج الروماتيزم، الروماتويد، التهاب المفاصل، الغضروف، الأملاح الزيادة، الدهون الزيادة، الكوليسترول الزيادة، الدوالي. والعلاج ده احنا تورثناه من الأجداد، انه هو بيعالج كل الحاجات ديت. ان رجع للسر، السر بيرجع لربنا سبحانه وتعالى وتكوينات الرملة، احنا بنتخذ بالأسباب والشافي هو الله. حفر بالرمال الغنية بالمعادن الطبيعية يدفن بها المتعالج، ويطبق برنامج علاجي مجدول بالنظر لحالته الصحية. الجلسات بتختلف من حالة لحالة، يعني روماتيزم خفيف أو بسيط ثلاث أيام هم كافيين للعلاج. لو واحد عنده روماتيزم والتهاب مفاصل وصل عنده غضروف بيحتاج 5 جلسات، وصل الحد ان عنده روماتويد بيحتاج 7 جلسات. علاج متوارث من الأجداد تدعمه أسانيد علمية، حيث تساعد المعادن التي يمتصها الجسم من الرمال على الحد من الأكسدة والعوامل المسببة لإضعاف الخلايا الغضروفية وتحسين وظيفتها، مما يقلل من نسبة الألم.